الكرة للرلوي من عبد الحليم الدراجي، التوزيع على مستوى القائم الثاني وعلى العارضة، بعيد دخل، ترجع الكرة لعبد الحليم الدراجي يصوب، لكن بعيدة الكرة، بعيدة ينقصها برشة تركيز الكرة، متسرع برشة هجوم الرلوي مع بداية هذا الشوط الثاني. 19 دقيقة لعب، التوزيع ممتازة من العارس أنيس جلاسي، فرصة هدفين مقابل صفر لفريق أولمبيك سيدي بوزيد. هل تكون عملية تضييع للفارق ولا بالفعل عملية والكرة افتكاك من عبد الحليم الدراجي، والحكم يعلن عن ضربة جزاء للمستقبل الرياضي. لتنتهي المباراة بانتصار ثاني لسبورتيك بلاروس المقابل فريق الجيزة اللي قدم وجه صدر. حليم الدراجي ينجح في تعديل النتيجة وإعادة المباراة لبدايتها من جديد. صل كما شاهدوا رأسية مباغتة من مهاجم مستقبل كابس صابر ترابلسي الحارس على الدقيقة 70، أول أهداف اللقاء بإمضاء حليم الدراجي، 1-0 لمستقبل كابس أمام اتحاد تطاوين. بعد كرة عرضية من جهة يوسف للدراجي وأحمد النجار بالراس لضغط الحارس أنور بني، وجه لوجه مع الحارس نديم بن ثابت، ينفذ ويسجل، كيف نديم بن ثابت يتصدى لضربة جزاء فريق الزيزة على مخالفة نفذها عبد الحليم الدراجي وبرأسية صابر ترابلسي يفتح الشباك ويفتح بالكبس. التنفيذ من عبد الحليم الدراجي ومحمد وجدي المدد في أول لمس ليه للكرة يتمكن برأسية من مغالطة حارس أحمد الخلولي. مباراة تهام من الفريقين، زوج فرق نعرفوا الأولمبي باش يعمل تعادل في الجولة الماضية. منوبي الحداد ولا يلعب على الجهة اليمين وياسين الشماخ على الجهة اليسار، وال منوبي حداد والكرة ترجع من جديد لأبناء كابس. باهي الشوادي مخاطبة لصالح المستقبل كابس، حارس مرمى الأولمبي الباجي تتنفذ المخالفة، مقوسة خطيرة وهدف التعادل. الشوط الثاني زيادة شاوش الإعادة، رأسية غلط، هجوم سريع سريع الهجوم عن طريق مقاسم، فمقاسم يحضر خطيرة العملية المستقبل كامل وجد هدفين. هاي إعادة، هاي إعادة كيف ما قال عفوان منذ قليل، خذ ثقة وعنده لاعبين عندهم خبرة كبيرة، وذاك علاش نساعد الأول حتى المخاطة لصالح الأولمبي باجي. خطيرة العملية لمجد عامر في فرصة ثانية للمستقبل، أبناء كابس ترجع الكرة مرة أخرى، هجوم جديد فهمي قاسم تنتهي إلى الدور الثمن النهائي مكرر، وبالطبيعة لقاء تاريخي أمام مازامبيا الكونغولي هنا في ملعب كابس بالانتصار بثنين مقابل واحد. الأفضل في هذه المباراة عدو سيسي، ثم الترويض الكرة على وسط الميدان، لذلك شفنا عديد الصراعات سواء الفضائية والأرضية، وهذا مفهوم بالنسبة لمقابل طويلة. ترجع الكرة في وسط الميدان عند حليم الدراجي، الكرة من الدفاع، دفاع المستقبل الرياضي بكبس. Let it go. زاد الهجومين على عكس لاعب بليل ابراهيم، والكرة تبقى لمستقبل كابس، الكرة تبقى لمستقبل كابس. حليم الدراجي، حليم الدراجي يبدل اتجاه الكرة، الأمير العمري يلعب مع زياد الشوش، والتدخل الدفاعي من الملعب الكابسي قاعدين نشوفه الان في يعني سيطره نسبيه لفريق المستقبل اللي قاعد يبقى في مشاكل. مبارك الان وحليم الدراجي يلعب لزياد الشوش، زياد الشوش حليم الدراجي،
حليم الدراج يشوش يرفع حليم الدراج دخلت الكرة لمراد الهادي حليم الدراج ممتازة لسليم زكريا سليم زكار فعلا والمخالفة لحليم الدراج المخالفة للمستقبل الرياضي بكبس في هذه الفترة أفضل من الملعب الكبسي خاصة على مستوى تشكيل الملعب الكبسي درامي ميكايلو أخذ الأسبقية في كل مرة على المدافع المباشر المنافس المباشر بتاعه زياد الشاوش حليم الدراج العين حليم الدراج يلعب مع مراد على ما أرى وصل لي شباك الحرس العربي المجري في ثلاثة مناسبة البداية كانت مخالفة مباشرة لعبد الحليم الدراج المسح كرة الكرة الدراج شفت الكرة قوطة وهو فرق بالمصفى في الركنين الركنين شفت المخالفة بسرعة تمشي الكرة على اليسار عبد الحليم الدراج طويلة مقطوعة من جانب مستقبل جيب مراد الهزم لعبد الحليم الدراج ترجع الكرة مرة أخرى مراد الهزم يتعدى عبد الحليم الدراج مرفوع الكرة وضربة جزاء ضربة جزاء لمستقبل هذه الإعادة عبد الحليم الدراج أمامه بلال العيفة والحكم يحتسب ضربة جزاء بعد 40 ثانية في التوقيت القانوني للمباراة مراوغة في وسط الميدان الدينامو المحرك الاكسجين متاع مستقبل جيبس في الوسط عبد الحليم الدراجي ولا عودة هي وسط ميدان على لقب 23 نقطة والمستقبل الريدي جيبس الخامس ب 13 في الرصيد كرة تعود هجمة موسعة للمنتخب الوطني التونسي من الترجي بن شريفية لمباركي البشاني فرجاني سيسي صفر لإسبانيا في ملاقاة المنتخب الكتالوني وكذلك منتخب الباسك بن شريفية الفرجاني سعد بقير وتاع ياسين الخنيسي ونضيفوا لهم الغائب اليوم شمس الدين الثوادي شنمات سبعة تعادلات مربح الأولمبي بيجي والنادي الرياضي لحمام لمف الاثنين في أولمبي جيبس وخسر مر هشام بالقروي كرة يخرج بها الترجي مع انيس البدري البدري يطول الكرة الأخير في المراكز بالنسبة لهجوم أصحابه وكرة في محور دفاع المستقبل والتدخل موجود من علي كشي كرة أخرى لباسم النفطي مع عبد الحليم الدراجي الدراجي وزع كرة ماجد عامر بعيد عليه المخالفة السيسي إلى غيلان الشعلالي الشعلالي التمريرة نتاعه خات عبد الحليم الدراجي قبل نيس البدري كذا علي المشاني عبد الحليم الدراجي ترجع الكرة من جديد لنيس البدري مع محمد زعبية يبدل زعبية خالد المليتي مع عبد الحليم الدراجي الدراجي الظهير الايسر يرفع الكرة عبد الحليم سليم الزكاري يخليها لفهمي قاسم هجمة للمستقبل هذه بيكي يخرج بها الربيع ويعكس الهجمة مستقبل جيبس من عبد الحليم الدراجي جي من باسم النفطي الدراجي يحاول عبد الحليم مع تاكلينج ما فماش من غيلان الشعلالي محمد زعبية زعبية كورته ما تمرش متفطن علي عبد العزيز الدراجي يحاول يمر بسعد بقير اللي يرتكب الخطا الفني خطا تكتيكي من سعد بقير تعدى به الدراجي وبقير شدوا من لمسات سحريه من سعد بقير محمد زعبية مقطوعه من حسام الزرلي عبد الحليم الدراجي في وسط باسم النفطي حسام الدين الزديري يبدل عبد الحليم الدراج الدراج كرة لجليزة ولا مخالفة للأفنير الدراج هو اللي جابها عبد الحليم الدراج التنفيذ وكرة براس من لمجد عامر جد عامر بعد توزيع ملي مترية من عبد الحليم الدراجي واقف سيد كرة لحسام الزريلي ياخذها حسام الدين الزريلي الزيري ضيعها غير الشعليلي ومرة أخرى كرة مقطوعة من عبد الحليم الدراج أول خطأ وأول غلطة وأول سوء تركيز في حسن مرت الفرجاني على مستوى يفتكك الكرة أرجع لعبد الحليم الدراجي الدراجي والهجمة لمستقبل هذه مجابس يحاول التوسيع والمباخرة أوه ملك لكيت ملك
من معز بن شريفية، كانت مباغتة من عبد الحليم الدراجي. الكرة والدراجي كادي باغت معز بن شريفية. شوفوا اليسارية توزيع صعيبة 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 كانت على معز بن شريفية. عرف كيفاش يرجع لي غيلان الشعلالي، مقطوعة من أنيس البدري بلال الماجري، ماجري ولا الدراجي، وأمير لوسي في زفر المخالفة، المستقنسي، الخنيسي، مع عبد العزيز، كرة بالأقدم لإيهاب المباركي، المباركي الدراجي، مباراة كبيرة لعبد الحليم الدراجي دفاعيا وهجوميا، يلعب كذلك متوسط ميدان دفاعي. يلعب كرة مع فرجاني ساسي، يبدل لإيهاب المباركي، المباركي باش يخرج راس راس، المباركي والدراجي، يغطي عبد الحليم الدراجي قدام إيهاب المباركي، وكرة طويلة لأمير العمران. عبد الحليم الدراجي سدد، بلال السويسي على ماركين يدخل، مخالفة المستقبل جابس، عبد الحليم الدراجي وزع رأسية أولى من علي قشي، عبد العزيز يرجعها سويسي، رأسية ثانية من مراد الهبلي، 1-1 في 73 دقيقة. أفريقي بدون مقدمات، جوج فرق تسعى للفوز، تسعى لتحقيق نتيجة أمامكم في قيادة هجوم للفريق المحلي لعاد الرابطة المحترفة الأولى الموسم الفارط. التركيز على تمريرات القصيرة مراد جابس وأحمد خليل في محاولة تفادي هجوم، والكرة في وسط الميدان والرجوع لزيادة مسرار في وزيادة الشاوش في تدخل دفاعي حاسم تفادى إمكانية أحداث البلاي أوف. شوف مستقبل جابس، شوف تو عبد الرحمن كيفاش يتصرف فريق مستقبل جابس المتفوق والمتقدم في النتيجة. وثلاثي الأولوية لزيادة الشاوش. حليم الدراجي يلعب من الجهة اليسرى لوسط ميدان مستقبل جابس، يشيل أحمد خليل التماس للفريق المحلي. مشاهدينا الوضعية تغيرت في جابس الأسبقية لتشكيل مع نهاية المباراة. لمجد عامر وحليم الدراجي في التوزيع والراسية والكرة تخرج إلى الركنية. لمجد عامر يحب يوزع، تضرب في الدفاع، ترجع لحليم الدراجي، حليم الدراجي، حليم الدراجي يعطي كرة ممتازة لمجد عامر، الدفاع يتدخل، ثم لمجد عامر يلعب الكرة، ما يلعبش كرة كيما يجي لمجد عامر، يحاول يعكس بها الهجوم لفريقه حليم الدراجي، والمخالفة لأمير العمراني. يلعب يعني في الأخير أمام فريق اسمه الدرجي التونسي، لكن الدرجي يبحث عن نتيجة أفضل من هذه، خاصة وأنه عنده هدف يعني كيف كان في الجهة المقابلة، لكن تألق الحارس والحارس علي العياري منذ قليل أمام سعد بكير. مباراة فلتها ياسين الخنيسي، ونذكروا بالمناسبة أنه هدف أمير العمراني اليوم هو الثاني في رصيده هذا الموسم. لمجد عامر، لمجد عامر التغيير، ولننتظر تنفيذ المخالفة. حليم الدراجي، حليم الدراجي يرفع الكرة على مستوى القائم الثاني، ولمجد عامر يروض ويسدد والكرة فوق المرمى. لمجد عامر والهجومي مبارك، يعني دخول زديري مكان مراد الهبلي، دخول زديري مكان مراد الهبلي. المدرب اسكندر القصري يحاول يأمن أكثر منطقة وسط الميدان لأنه المجيء ويأخذها سعد بكير، والتعديش لو تعديت تكون خطيرة لمحمد علي منصف. ترجع الكرة من جديد للترجي عن طريق إيهاب المباركي، وتدخل تاع حليم الدراجي. لابد كذلك باش نعطيو لكل ذي حق حقه، الهيئة المديرة وفرت كذلك اللي عندهم مكانتهم بالطبيعة في الرابطة المحترفة. الكرة عند حليم الدراجي، حليم الدراجي وتخرج تماس من محمد علي منصف، باش يخلينا نشوفوا مستوى أكبر في الشوط الثاني. بالفعل إذن الكرة لصالح مستقبل جابس، وتسديدة من حليم الدراجي لإيهاب المباركي، 1-2 تتعدى الكرة بعد ما خلع حسام الزرلي، وثم حليم الدراجي، حليم الدراجي في التغطية الدفاعية، حليم الدراجي يلعب الكرة أمام مراد الهذلي، لكن ترجع من غيلان الشعلالي، والكرة مراد الهذلي، مراد الهذلي، عملية ممتازة تقريبا تشبه برشا للعملية السابقة، ولكن هذه المرة في التمرير كان فرجيني سيسي، وكالعادة إيهاب المباركي يعطي الحل على الكرة، لكن ثم خليل شمام في المتابعة، وثم غيلان الشعلالي، غيلان أرضية الميدان، إعادة العملية ب
بين غيلان الشعلاني. واللعب حليم الدراجي للترجي. تتلفظ الكرة في اتجاه سعد بكير. محمد علي منصور سعد بكير. وافتكاك الكرة الهجوم المعاكس. ليقرب له حليم الدراجي يعطيه الكرة. ترجع المدافع المستقبل الرياضي في جيبس. يلعب الكرة مع حدثيت في دفاع المستقبل الرياضي بجيبس. حليم الدراجي ثم ايقاع في المباراة. جيبس كان خارج الموضوع اليوم في هذا اللقاء. والكرة من حليم الدراجي في اتجاه امور تحسنت على مستوى حجم اللعب ولكن النتائج ما تبعدش. والفريق اختار انه يكون على راس الامور الفنية. ما توفر ليش الظروف ما تحصلش على نتائج رغم التغييرات نتاع الاطر الفنيه لخاطر مش الحل في التغيير للاطار الفني في بعض الاحيان. ما خلى حتى فرصه لعلي العياري يعني باش يجتهد ولا يحاول يعني يحيي الهدف. هذا هجوم للمستقبل الرياضي بكرسه المتقدم الان بهدفين مقابل صفر. تقدم مستحق. سحب الهدف خالد يحيى. الهدف الثاني والتوزيعه والمسيره مع الستيل. ثم فهدي قاسم يخرج الكرة لحليم الدراجي. يسقط والضربة مرمى. شوفوا الإعادة. يخرج حليم الدراجي ثم حسين الدين ستيل. يلعب مع فهدي قاسم يخرج الكرة. لا الآن عنده فهدي قاسم. فهدي قاسم هذا اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني. يلعب كرة حليم الدراجي خذا الرواق الايسر بعد خروج 54 في المباراة. تماس من احمد العيادي وتتعدى الكرة لسعد الجزيري. اختيرها للمستقبل اللي بالمرمى. توزيع هو الركنية. الركنية للمستقبل. ركنية على يسار الحارس اللي في وسط الميدان عبد الحليم الدراجي. شوفوا يعني محمد العيادي. سليم المزليلي يلعب مع الدراجي. توزيعه ممتازه والدفاع يدخل يخلي الكره خالد المزليلي. لاعب يخدم الكره كثيفه يحبب مثل هذه المواقع والحارس يتصدى. الحارس ممتاز هيثم السويعي. طريقه ممتازه عبد الحليم الدراجي باليسرى. يدي غلط الحارس اللي ردود فريقها الى حد الان. والمطالبه يعني بتحقيق كذلك نتيجه ايجابيه بالنسبه لمستقبل جيمس. هذا الفريق كوها يعني الحلول بالكرات الاخيره ماهوش مركز منيح. مستقبل مرسى من جديد. مستقبل جيمس ياخذ الكره. عبد الحليم الدراجي يلعب الكره ترجع من الدفاع. تعود الكره من ايمن العمري او كما يعرف في المرسى ايمن عامر. والكره بعيده من يعني التمريرات الحاسمه وكذلك العمل الكبير اللي يقوم به هذا اللاعب على مستوى وسط الميدان باجراء ثلاث مباريات كانهم في اول المصافحه. ترجع الكره لأدلاء جابس وبقيت حق بالحكم محمد المذب لأكثر حكمين قادوا لقاءات بين الفريقين يوسف سرايل الدولي منذ سنة 2012 ومنصور بن عثمان. مرن غلاف في المتابعة لكن ترجع بأبناء اسكندر القصري. حلوة ياسر التمريرة لأبناء مستقبل يعني متقاربين فريس. 36 دقيقة لعب إلى حد الآن في الشوط الأول. لا تغيير في نتيجة تعادل دون أهداف بين الفريقين. شديد ترجع له فمبرهن غنام في التغطية. واحدة قصيرة الكورة من اسكندر العقربي. دراجي حلوة تذكر.